أطلق محافظ القاهرة إشارة البدء لماراثون المشي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار شارك لدعوة المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء. وشارك بالماراثون حوالي 10,000 من مراكز الشباب وعدد من الهيئات والشركات، وبدأ الماراثون من ساحة ميدان عابدين وصولا إلى ميدان سرايا الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير وعبور كوبري قصر النيل. وأكد محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المواطنين في استفتاء التعديلات الدستورية سواء بالموافقة أو بالرفض، ولهم حرية التعبير عن آرائهم. دكتورة سماء، يمكن تكلمنا عن المصريين بالخارج، الآن المصريين بالداخل، فكرة الدمج ما بين الرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والاستفتاء أمر أكثر من رائع، ولكن ما المطلوب أو ما المنوط؟ ونحن في التعداد التنازلي للاستفتاء، غدا يبدأ الاستحقاق الداخلي للمصريين، ما المطلوب من المصريين لظهور بمظهر حضاري؟ الحقيقة خليني يعني برضو أعلق على فكرة الماراثون. يعني دي من المبادرات اللي احنا اعتدنا عليها من المسؤولين ومن المواطنين بشكل عام تجاه أي حدث بيحدث لينا. أنا شايفاها إن هي شيء من التشجيع، إن 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 المسؤول هو قدوة في النهاية، صحيح. وبالتالي بيشجع المواطنين على المشاركة وإن هم يدلوا بأصواتهم في هذا الاستحقاق المهم للغاية. عايزة أقول إن المطلوب من المصريين المشاركة. هذا حدث مهم جدا، الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة، هتنقلنا نقلة أخرى، هتدي حقوق لجهات مختلفة ولفئات مختلفة داخل المجتمع. فمن الأجدى أن كل المصريين يشاركوا في هذا الاستفتاء وبنسبة عالية جدا، أتمنى أنها تكون نسبة عالية تفوق حتى المشاركة في الاستحقاقات السابقة.